السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد الدريس اللي كيجي ساهل وانيق بالنسبه للبنات اللي يلاه كيتعلموا. دريس ساهل واخا تكون يلاه بديتي كتعلمي غتعرفي تخدمي. كبدايه ان شاء الله غنبدا بالحبكه، نضرب في الثوب بحال هكا ونثبت الخيط، نضرب حداه غريزه حداه، الخيط ها هو من الفوق، نجيب بينات هاد الغريزات اللي ضربت وندير واحد العوينه، والخيط على اليد هاد المره من تحت. بحال هكا مقنصته مره، ملي كنضرب في الثوب الخيط كيكون كلوحو الفوق، كلوحو بحال هكا الفوق. ملي كنبغي نضرب هاد الغريزه هادي الخيط كيكون على يدي من تحت، وكنبقى مستمرة على الحبكة. كنبقى مستمرة على الحبكة كيف ما وريتكم، ديروا غير هاد الطريقة اللي قلت لكم. ملي كتضربوا في الثوب كتلوحوا الخيط على يديكم بحال هكا من الفوق ودوزوا من وسط منه. ملي تبغوا تضربوا هاد الغريزة الخيط ها هو من تحت، كندير بحال هكا كندوزوا من وسط منه. كنبقاو مستمرين بهاد الطريقة. المهم انا غندير الحبكه ديالي ان شاء الله نكملها ونرجع لكم باش ما نطولش الفيديو. دابا البنات بعد ما كملت الحبكه ديالي بحال هكا، غير باش ما نطولش عليكم الفيديو صافي، ملي عرفتوا الطريقه يعني وريتكم الطريقه الاولى كيفاش تخدموها، كملتها بوحدي. وغنجيب خيط اخر نفس اللون ولا ممكن تغيروا اللون، تكون برا شويه رقيقه باش نخدموا بها العقيق. نضرب الغرزه الاولى والغرزه الثانيه والغرزه الثالثه، ونجيب عقيقه. عقيق انا درتو النمره 4، غليت شويه، ندخل العقيقه بحال هكا. غنخلي هاد العوينه هادي ما نضربش فيها، هادي غنخليها ونضرب في اللي حداها. نضرب هنا غريزة بحال هكا، وغنرجع هنا لهاد الغريزة هادي. هيا كيبان لكم هنا بحال هكا، غندير نخلي الخيط شوية مرخوف، هذا اللي فوق العقيقة نخلي شوية مرخوف، ونعاود نرجع لهاد العوينة هادي اللي درت فيها. نرجع لهاد العوينه اللي ضربت فيها، نعاد عاوتاني نرجع لهاد العوينه، يعني بحال مشيت وجيت ثلاثه المرات. الخيط هذا غنحبك فيه دابا، طريقه الحبكه غندور الخيط بحال هكا على يدي، نهزت الخيوط بثلاثه هادو اللي درت وندخل من وسط منه، ونعاود ثاني ندور الخيط بحال هكا وندخل من وسط منه، ونبقى كنحبك. نبقى كنحبك بحال هكا هاد الخيط كله.
نحبكسو دابا، نحبكس الخيط اللي درت فوق العقيقه، غنجي هنا ونضرب الغرزه الاولى والثانيه والثالثه، الرابعة، ضربت البراعات الغريزات، غنجيب عقيقة عاوتاني، غنقز هاد العوينة ونضرب في الحداء كيف ما درت في اللول، نضرب غرزة أخرى ونرجع في هاد العوينة هادي اللي قبل العقيقة. نعاود نرجع لهادي، هاد العوينه هادي نشد فيها، ونعاود نرجع لهاد العوينه بحال كنمشي ونجي ثلاثه المرات، ندير ثلاثه الخيوط هنا ونحبك كيف ما درت بالطريس الاول. ها هو الخيط، نجي انا نهز ثلاثه الخيوط وندوز من الوسط منه، نحبك الخيط كله، انا حبكت دابا غنضرب اربعة الغريزات، واحد جوج ثلاثة ربع، تخلي هاد الخيط ونجيب خيط اخر نفس اللون، ولا ممكن تبدلو اللون، انا غنبدل اللون غندير لون اخر، غنجي لهن الغريزة اللي خليتهن نضرب فيها، نضرب فيها الغريزة اللي هنا، غنبدا ندير سنينات بحال هكا، ضربت غريزة، غنجي هنا لهاد الخويات اللي هنا وغنلوج جوج المرات بحال الخيط على يد الإبرة جوج المرات، وغنجي لهاد العوينة اللي هنا، وأنا راه الخيط ها هو اللور، نشدو بحال هكا وغندير عقيدة ونسد هاد الدريس، نجي عاوتاني حداها نفس الشيء، غنجي هنا ونلوي الخيط على الإبرة جوج المرات بحال هكا، وغنجي هنا لهاد العوينة وغنسد الدريس، نبقى مستمرة، غنجي عاوتاني هنا ونلوي الخيط على الإبرة جوج المرات، غنجي ندير عقيدة ونسد هاد الطريس، نبقى نستمر، كندوي جوج المرات على الإبرة بحال هكا، كنجي لهاد العوينة اللي هنا وكنلوي الخيط بحال هكا، كنسد الطريس، كنستمر،
نجي اخر وحده نديرها هنا. الخيط الايدي جوج مرات كنسد الطريس بحال هكا. كنجي كنضرب غريزه هنا وغريزه هنا. وهنا كنعاود تاني نضرب هنا وكنبدا الطريس ديال واحد فوق هاد نفس الدائره اللي عندي. من جوج المرات ونسد الطريس بحال هكا. جاي تاني هنا نفس الشي كنلوي جوج المرات وكنسد الطريس. نجي تاني هنا كنلوي جوج المرات نلوح الخيط على ايدي بنهار هكا نصب الطريس غادي مستمرة. بحال هكا جوج المرات صد الطريس. هذا هو الشكل النهائي ديال الطريس ديالي، كيجي على هذا الشكل، هذا انيق وسهل في نفس الوقت. بالنسبه للناس اللي يلاه كيتعلموا كنتمنى نكون شرحت بشويه ويكون الشرح ديالي كان سهل. ولا عجبكم الشرح ديالي بقاو ديما تابعوني، واللي مازال ما دارش الاشتراك يشترك عندي ويفعل زر الجرس باش يبقى وصلكم الجديد ان شاء الله. ونتلاقاو في فيديو جديد على القناه ديالي.